أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن تكملة سلسلة فيديوهات الأبراج وتوقعاتها ل2021. إن شاء الله يا رب تكون السلسلة دي بتعجبكم، ولو عجبتكم ما تنسوش دعمي في القناة. هستنى دعمكم، لايكاتكم وكومنتاتكم، واللي مشتركين معايا واللي لسه ما اشتركش انت مستني ايه؟ اضغط زر السبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد معانا ان شاء الله. النهاردة هنكمل مع توقعات برج الحمل ل2021 على كل الأصعدة، مهنيا وعاطفيا وماليا. بيقولك مهنيا قد يفقد العديد من مواليد الحمل أعمالهم، ولكن هيجدوا غيرها بسرعة. يعني بحب أطمنك انه انت هتفقد شغلك، بس الحاجة اللي كويسة انك هتلاقي شغل بديل لي بسرعة جدا، فما تقلقش. هتواجه صعوبة شوية بس هتتظبط الدنيا معاك وهتلاقي حاجة احسن منها وغيرها. بيقولك برضو ستتطور اعمالك بشكل كبير، ويجدون العوض عن جميع الصعاب والعقبات اللي واجهتهم في الوقت القديم. يعني بيطمنك برضو انه شغلك هيكبر بسرعة، وهتلاقي اللي يعوضك عن اللي حصل والحاجات الوحشة اللي عديت بيها في الزمن القديم. ده هيخليك ايه، تحس انه انت في حاجة كويسة طلعالك. دي بالنسبة لتوقعات برج الحمل 2021 مهنيا، فكله كويس. هتتعب في الاول بس الدنيا هتتظبط معاك خالص في الاخر. ندخل بقى على توقعات برج الحمل 2021 عاطفيا. بيقولك سيتعرف مواليد برج الحمل على حب حياتهم في العام 2021، ويكونوا قريبين جدا منه. يعني انت في 2021 هتتعرف على نصك التاني، دي حاجة كويسة. في نفس الوقت مش هتكون علاقتك بيه بعيدة او جامدة، لا هتكون قريبة منه وعلاقة كويسة ومفيدة. ولكن هذا لا يمنع انهم سيعيشون في ايام شوق وايام معاناة. يعني ده برضو مش هيمنع انه يبقى فيه شوية مشاكل، لازم تبقى فيه شوية حبكات كده في الحياة، بس الدنيا كويسة معاهم برضو، مش حاجات صعبة قوي، هتتحل ان شاء الله. دي توقعات برج الحمل 2021 عاطفيا. ندخل بقى على توقعات برج الحمل 2021 ماليا. بيقولك عام 2021 عام الاموال بالنسبة لمواليد برج الحمل. يعني بحب اطمنك انه 2021 خير عليك بالنسبة للفلوس. بيقولك إذ سيحصلون على العديد من الأرباح المالية، سواء من أعمالهم الجديدة أو حتى من استثماراتهم الخاصة. يعني هتلاقي فلوس كويسة معاك، إذا كانت من الشغل أو إذا كانت من حاجات جديدة أنت بتشتغل فيها. استثماراتك كلها هتبقى ناجحة وفيها فلوس كويسة. دي كل توقعات برج الحمل ل2021 معانا على كل الأصعدة، مهنيا عاطفيا ماليا. ندخل بقى على توقعات برج الجوزاء 2021. اول توقع معانا توقع برج الجوزاء ل2021 على الصعيد المهني. بيقولك يشق مواليد الجوزاء طريقهم بإرادة كبيرة وتحدي وشجاعة. يعني انت عليك في برج الجوزاء مهنيا هتكون عارف انت رايح فين بقوة وبعزيمة، وفي شجاعة جدا هتكون معاك، وهتكون عاوز تمشي طريقك بكامل حريتك. وسيحصل العديد منهم على مكان يتمنوه كثيرا، وستكون جميع اعمالهم ناجحة. يعني بحب اطمنك على الصعيد المهني الدنيا معاك تمام تمام تمام. اذا اللي انت بتتمناه هيحصل، كل اللي انت بتتمناه هيحصل، وهتكون كل حاجة انت بتشتغل فيها ناجحة ومثمرة. دي توقعات برج الجوزاء 2021 مهنيا.
ندخل بقى على توقعات برج الجوزاء عاطفيا 2021. بيقولك حياتك عاطفية يملأها الاستقرار والسلام، وعلى الرغم من تواجد بعض الفراق لبعض المواليد هذا البرج، إلا أن الفراق مش هيدوم وهيرجع بسرعة. فأنا بحب أطمنك أنه أنت في الحياة العاطفية الدنيا معاك هتمشي كويسة جدا جدا جدا، استقرار وسلام وحب والدنيا ماشية معاك تمام. حتى لو بقت فيه شوية مشاكل وأدت للفراق، مش هتستمر كتير وهتخلص من المشاكل كلها وهتتحل وهترجعوا مع بعض بأقرب وقت على طول. دي توقعات برج الجوزاء 2021 على الصعيد العاطفي. ندخل بقى توقعات برج الجوزاء على الصعيد المالي. بيقولك مواليد الجوزاء على موعد مع حصد الأرباح في عام 2021، ولكن ده ما بيمنعش انه يجب عليهم عدم الإسراف. يعني انا بحب اطمنك يا برج الجوزاء، انت 2021 هتحصد فيها ثمار تعبك وجهودك، وهتبقى فيها ارباح مهولة هتعوضك عن كل اللي فات. لكن ده برضو ما يمنعش انك انت تصرف بحكمة، مفيش داعي لانك تصرف على الحاجات اللي هي مش ضرورية او انت مش محتاجها، فمفيش داعي تصرف فيها فلوس على الفاضي. ليه بيقولك كده؟ عشان بيقولك ممكن تحتاج هذه الاموال في استثمارات اكتر نجاح فيما بعد، يعني انت هتحتاجها لقدام عشان تعمل بيها حاجة افيد ومستثمرة بالنسبة لك. دي كل توقعات برج الجوزاء معانا ل2021، ان شاء الله يا رب تبقى سنة خير عليهم. ندخل بقى على توقعات برج الاسد 2021 على كل الاصعدة. ناخد اول صعد المهن. بيقولك تتحسن اوضاع مواليد الاسد بشكل كبير وتكون حياتهم المهنية مستقرة، ولكن بعد اول شهر من هذا العام. يعني انا بحب اطمنك يا برج الاسد انه اوضاعك هتمشي كويسة وتتحسن بشكل كبير وتكون حياتكم المهنية مستقرة، لكن ده كله هيحصل بعد اول شهر في السنة. يعني انت هتفضل تعاني برضو لحد يناير كله ما يخلص، بعد كده هتبتدي الدنيا تتظبط معاك ان شاء الله. إذ سينتقلون من اعمالهم في هذا الشهر، يعني هتغير شغلك في الشهر ده، هتغير شغلك خالص، وعليهم بشكل عام التفكير بعقلانية وهدوء. يعني انا برضو بحب اقولك انه انت ما تتسرعش، لازم تفكر كويس، لانه انت هتسيب شغلك فده قرار مهم، انت مش عارف هيحصل ايه بعديه، فلازم تفكر بهدوء وبعقل وتحكم عقلك وما تتسرعش عشان ما ينتجش منك قرار تندم عليه في الاخر. دي كل توقعات برج الاسد مهنيا. ندخل بقى على توقعات برج الاسد عاطفيا. بيقولك تكون حياة مواليد الاسد العاطفية مستقرة ايضا، اذ ستختفي جميع المشاكل التي كانت تواجههم في وقت سابق. طيب فانت يا برج الاسد على الصعيد العاطفي الدنيا معاك مستقرة جدا وهادية ومفيش فيها مشاكل، هتتحل كلها، كل حاجة كانت قديمة هتتصلح ان شاء الله، والدنيا معاك تمام التمام. دي توقعات برج الاسد 2021 على الصعيد العاطفي. ندخل بقى على توقعات برج الاسد 2021 على الصعيد المالي. بيقولك ستجني المكافأة المالية في نص العام نتيجة جميع المجهودات اللي انت بذلتها في السنين القديمة، وفي جميع الأحوال هيكون 2021 عاما ماليا جيدا لمواليد برج الأسد. تمام، يعني انت بيقولك ماليا خليك مطمن، في نص السنة اللي هو شهر 6 يبتدي هتلاقي كل اللي انت مستنيه من تعب وفلوس كنت مستنيها طول السنين اللي فاتت تظهر لك، هتظهر لك من نص السنة ان شاء الله، وهتجني أرباح كل السنين اللي فاتت.
فبطمنك يا برج الأسد إنه أنت ماليا 2021 عام فل معاك. دي كل توقعات برج الأسد معانا ل2021، وبرج الجوزاء ل2021، وبرج الحمل ل2021. إن شاء الله يا رب يكون الفيديو عجبكم. بس لو عجبكم ما تحرمونيش من لايكاتكم وكومنتاتكم، أنا بكبر بيكم ومعاكم، واستنوني في فيديوهات تانية كتيرة جداً.